احتفلت الناصرة في 25 من آذار بالحدث الأكثر أهمية، عيد البشارة، وهو احتفال مفعم بالتأمل والصلاة. وعشية الاحتفال بهذه المناسبة اجتمع المؤمنون في مغارة البشارة للترحيب بالمدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس لدى دخوله الرسمي إلى الكنيسة، وصلوا معا صلاة الغروب. ثم أدى المؤمنون الصلاة وتأملوا في سر المكان الذي بشر فيه الملاك مريم بأنها ستصبح أما للمخلص. هذه الخبرة حقيقة ينبغي أن نتقبلها، وينبغي أن نرى كيف يقبل الله كلي القدرة بالمرور من خلال حرية امرأة هي مريم التي بقولها نعم جعلت خلاص الجنس البشري ممكنا. هذا سر عظيم لا تكفي حياتنا كلها لفهمه، ومع ذلك فهو يلامس قلوبنا كل مرة ويحفزنا للترحيب بسر الحياة الجديدة التي تفاجئنا وتتجاوز فهمنا. في صبيحة اليوم التالي ترأس المطران بيتسابالا القداس الرسمي في بازيليك البشارة، بينما ألقى المطران ماركوتسو بحضور بعض الأساقفة والمحتفلين والمؤمنين العظة التي أعدها المدبر الرسولي. حياة الله فينا يصغي أو تقتضي الإصغاء. مع مريم يبدأ الحوار بين الله والإنسان، وليس الحوار فقط إصغاء، بل هو موقف استقبال وترحيب بالآخر المعتبر هبة من الله. الإصغاء يعني أننا لا نثبت حياتنا بصورة مستقلة، بل نعرف أن حياتنا هي علاقة مع الله. تميز الاحتفال هذا العام أيضاً بوجود تمثال العذراء فاطمة الذي أرسل في الذكرى المئوية لظهورها في البرتغال. نشكر الله على وجودها معنا، ومتأملين بأن تكون هذه الذكرى المئوية ب 13/5/2017 هي تكون سنة خير وبركة على العالم أجمع، أن يلجم الشيطان، تبدأ مرحلة جديدة. وهذه بالضبط ساعدتنا أنه هذا التمثال سيصل بيوم عيد ظهور السيدة العذراء ب 13/5 إلى حلب. فهذا أكبر نعمة من نعم الله أن تكون العذراء اليوم في الناصرة، وفي هذاك يوم 13/5 في حلب، حتى تكون تكتمل بالضبط العلاقة، أن سيدة الناصرة دائما تذهب لتعزي وتقف بجانب كل إنسان متألم. كان القداس تعبيراً عن تفاني المسيحيين في الناصرة وفي الأرض المقدسة بأسرها. اليوم بشكل خاص واستثنائي كل العيلة تواجدت، شكر للعذراء مريم بهذا العيد على حفظها للثلاث أولاد اللي وقعوا بالأسبوعين بقاعة بنديكتوس. ثلاث أولاد كانوا في حالة خطر، ولكن بس بالعناية الإلهية وشفاعة العذراء أنقذتهن وحمتهن، واليوم هن ثلاثة موجودين معنا وقدسنا وصلينا وتباركنا في هذا القداس عيد بشارة عيد الناصري. انتهى الاحتفال بموكب مساء السبت برئاسة المدبر الرسولي الذي استحضر بذلك الذكرى 12 للموكب الذي بدأه بنفسه عندما كان حارسا للأرض المقدسة.